سنة الإمادة كتاب الدعاء باب بسم الله الأعظم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، نعم، ابن ميمون القرشي العثماني مولاهم الدمشقي، نعم يا رب. قال أبو حاتم الرازي: ثقة. قال نسائي: ثقة مأمون. قال الدرقني: ثقة. قال أجلي: ثقة، نعم. قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي أبو حفص الدمشقي، نعم، فيه ضعف، ضعفه ابن معين، وأحمد أيضا ضعفه، والزهري قال ضعيف. أبو حاتم الرازي قال: لا احتج به، فهو مقارب، هو مقارب. عن عبد الله بن العلاء بن عطارد بن عمرو قال: ابن معين ثقة. قال النسائي: ليس ببأس. على إجل قال: ثقة. عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي أبو عبد الرحمن الدمشقي القرشي الأموي، هو من الثقات، نعم، يستقيم حديثه إذا حدث عن الثقات أو حدث عنه الثقات، أما إذا حدث ضعفاء فلا. الفسوي قال: صديق ثقة. ابن غلابي قال: منكر الحديث، فيه ضعف. قال: اسم الله الأعظم إذا دعى به أجاب في سورة، في سور ثلاثة: البقرة وآل عمران وطه. وبسندي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في سور ثلاثة: البقرة وآل عمران وطه. وبسندي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وعن أنس بن مالك قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فهذه الحديث الثلاثة كلها تتكلم عن اسم الله الأعظم. وقلنا بأن الفائدة هنا لتعلم اسم الله الأعظم، وهذه فيها فائدة، أنه قد يسأل السائل: أن أدعو الله جل وعلا، ومن السنة أتوسل في دعائه بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. نعم، هذا صحيح، لكن هناك أسماء أعظم وهناك أسماء يستجاب لها سريعا، وهذه الأسماء منها الاسم الأعظم، الاسم الأعظم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه في سور ثلاث: البقرة وآل عمران وطه، وكلها تجتمع في قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لذلك قال بعض العلماء: الاسم الأعظم هو الحي القيوم. وصحيح كما قلنا بأن الاسم الأعظم هو الله، الله، لأنه أكثر ما ذكر في القرآن، وكل الأسماء تضاف إليه على أنها صفات: الله الكريم، الله الرحيم، الله الحميد، كلها صفات ولا عكس. وأهم ما يميز ذلك أنه إذا دعا الله جل وعلا وتوسل بهذا الاسم فإن إجابته حتمية، فإن إجابته حتمية. لكن لابد أن نقول: كل حكم لابد أن تتوفر فيه الشروط وتنتفي فيه الموانع، تتوفر الشروط والأركان وتنتفي فيه الموانع. أن يكون على طهارة مستقبلا القبلة، فيه ما فيه من الانكسار والخضوع لربه جل وعلا، وأن يتوسل له باسمه الأعظم. وأما في حديث أنه مر على رجل يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الواحد الأحد الصمد، أنت الله الأحد الصمد، وفسر الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الصمد الذي لا ولد له ولا 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 والد. قاله ابن عباس. وأيضا هو الأجوف الذي لا يحتاج إلى طعام. وقيل: هو الذي يصمد إليه عباده في حوائجهم فيكفيهم ويعطيهم، نعم. وقيل: الصمد هو السيد الذي بلغ سؤدته إلى المنتهى، لم يكن له كفوا ولا أحد، لم يكن له سمي ولا ند ولا نظير، سبحانه جل في علاه، نعم. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذه كما قلنا فيها أن الأغلب الأسباب لمن أراد أن يكون مجاب الدعوة، كما قال النبي: أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة، مستجاب الدعوة. فهي شروط إن أخذ بها وصل إليها الداعي، وإذا انتفت الموانع لا بد أن يستجيب ولا يتخلف الدعاء بحال محال، ولا تتخلف عنه الإجابة بحال
من الأحوال، وكلها في توحيد الله جل في علاه. فانظر هنا الأفضل في هذا الباب هو أنه اسم الله الأعظم الذي دل على التوحيد، توحيد الله جل في علاه هو توحيد الإلهية، وهو أن يفرض بالعبادة وحده لا شريك له، وهذه قضية الكون الكبرى. يبقى صح أن نقول أن هذا اسم الله الأعظم، لأن فيه كما قلنا من لازمه قضية الكون الكبرى، وقضية الكون الكبرى هو أن يفرض الله بالعبادة. شوف انظر إلى أهل مكة ماذا قالوا لو كان الأمر على غير ذلك لهان عليهم، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. والله يقول بأنه لا ند له ولا سمية له، كما قال ابن عباس أكبر الكبائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر أن تدع الله ندا وهو خلقك. قال الله تعالى من الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، وأعظم الناس تحقيقا للتوحيد أعظمهم قبولا وأسرعهم استجابة للدعاء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي قوله سئل باسمه الأعظم، سأل الله باسمه الأعظم كما قلنا أمس بتفاضل الأسماء، فكل اسم اقترن باسم آخر كان كمالا فوق الكمال، يعني يكون أكمل من الاسم المنفرد. وأيضا هناك أسماء أعظم من الأسماء الأخرى، كلها عظيمة لكن هناك أعظم، كما قال ما أعظم آية معك في القرآن، قال الكرسي آية الكرسي، قال ليهلك العلم أبا المنذر. فهذه فيها دلالة على التفاوت، ولذلك القريب اللبيب يسأل الله تعالى ويتوسل باسمه ويجمع مع الاسم أسماء، لأنه بذلك يقتضي أن يسأل الله تعالى بكمال فوق كمال أو تعظيم فوق تعظيم. والله يحب المدح والثناء، ليس أحد أحب عليه من الثناء من الله جل في علاه. نعم، ولأن هذا إفراد الله بالعبادة، ولأنه كما قلنا بأن الكون بأسره قضيته الكبرى هو توحيد الله جل في علاه. نعم، تفاوت الأسماء في العظم، قد يلهم المرء الاسم الأعظم وقد يتعلم، قد يلهم المرء الاسم الأعظم وقد يتعلم. تحقيق التوحيد نجات، تحقيق التوحيد نجات، لله الحمد والمنه.